بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح ازاي نعمل تتبع لمحفظه على شبكه سولاني. في حدود معرفتي يعني، اكيد ده مش الطرق الوحيده المتاحه، بس دي الطرق اللي انا اعرفها. في البوت ده اسمه ري بوت على تليجرام. البوت مجاني بيدعم لحد 17 محفظه. الطريقه الثانيه هي عندي سول سكان، طبعا اعتقد كل الناس عارفاه. تالت طريقه ان خاصيه واتش ادرس في محفظة فانتوم. فأول طريقة البوت هنعدي عليها سريعا، هو الأوبشنز بسيطة. أد أدرس، بتضيف الأدرس بالشكل ده وبتسميه، تديله اسم. يعني لو أنا أعمل كوبي المحفظة وبسميها اسم ما، أشيل الدوت دي وبسميها اسم ما وبعمل سند. يعني ديليت أدرس، برضو بديله الأدرس اللي عايز أعمله ديليت وأعمل سند. لو دخلت على المنيو اعمل مانج المحافظ دي، دخلت على محفظة معينة، بقدر ان انا لو انا عامل في محفظة عايز اوقفها بعمل لها واليد بوست من هنا، افعلها تاني كده. ودي الاوبشنز بقى، يعني انا بيجيلي نوتيفيكيشن لما هو يشتري ان اف تي، لما يعمل سواب، لما يبيع، لما يشتري، لما يشتري على جوبتر، يشتري على جوبتر دي سي اي، جوبتر بيربس ماتشورا، بامب دوت فاند، ريديوم، وهكذا انكامي. فالخاصيات اللي حاجات اللي عليها علامه صاحب الاخضر دي اللي هيجي لي نوتيفيكيشنز عليها. لو انا عايز اي حاجه معينه زي جوب دي سي اي لغيتها كده مش هيجي لي نوتيفيكيشن لما تجيلي. فده البوت ببساطه وكويس يعني وفري. شوية لو انت عايز تزود محافظ او عايز يكون يجيلك التنبيه بسرعة لما الشخص ده يشتري، ممكن تشترك في الباقة البريميوم بتاعته، بس انا مش مشترك فيه. الدنيا بتبقى شكلها عامل ازاي زي ما شايف كده. هنا مثلا بيقول لي ان هو انسم، خلينا نشوف حاجة خضرة. هنا مثلا هو اشترى العملة دي، فبيجي لي ان هو انت لو عايز تشتري وراه، وده في شورت كات لبونك بوت، في شورت كات لتروجن، وشورت كات لبولكس. تمام، لو عايز تشتري وراه. طبعا انا ما انصحش انك تشتري ورا حد الا ما اكون واثق منه 100%، لان الناس دي بيبقى نوع من الماركتينج بيكون مدفوع لها من فريق العملة، ومش دايما بيكونوا صادقين يعني. تمام. تاني اوبشن عندي هو السول سكان. تمام، لو السول سكان انت بتدخل بتبحث بالترانسكشن او بعنوان المحفظة. احنا واخدين لها بيست كده، ادي المحفظة بتاعت انسم. السول سكان بيعرض تفاصيل طبعا اكتر من اي حاجة تانية، بس مشكلته ان هو يعني شوية في مش افضل حاجة في الرؤية. محتاج مثلا كمبيوتر محتاج عشان تفصص الدنيا. دي محفظة انسم ما شاء الله، يعني ده رصيده من سولانا، ودي العملات اللي معاه تقريبا 2 مليون من عملة جوت يعني ما شاء الله. اخر خاصية هي خاصية الواتش ادرس في محفظة فانتوم. ازاي اعملها الواتش ادرس دي؟ بقوم داخل هنا واعمل اد كونكت والت، اعمل اد او كونكت والت واتش ادرس، وهنا بسمي الادرس اللي عايز هسميه تيست مثلا، وهحط عنوان المحفظة. طبعا خد بالك من حاجة، عشان بس ده عنوان انسم، والمحفظة تقريبا فيها فوق 4-3 مليون دولار، فممكن تقعد تلود الفانتوم، ممكن يقعد يلود حرفيا بتاع 3-4 دقايق، فمش ضروري. فبس ده مثال يعني، ده ادرس مش عنواني يعني، ده عنوان بعمل له واتش يعني. تمام، دي ببساطة 3 طرق اللي اقدر اعمل بيها واتش او تراك لعنوان على شبكة سولانا. في بوتات كان في احد يعني الاخوة هنا على الجروب قال لي عليه، بيعمل كوبي تريدينج، بس ما لقيتوش افيشنت قوي، ما كانش كويس قوي، اسمه تريد وايز تقريبا. تمام، فده بسرعة كده ازاي نتتبع عنوان على شبكة سولانا.